دعوة الجزائريين إلى المشاركة الواسعة في الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكتسبات الحراك وفرض احترام إرادة المواطنين جميعا. ثالثا، تعلن الحركة عن موقفها الإيجابي من الدستور وتدعو الشعب الجزائري إلى التصويت عليه بنعم على مشروع هذا التعديل حماية لمسار التحول الوطني. أؤكد تدعو حركة البناء الوطني بناء على قرار مجلس شوراها الوطني إلى التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور حماية لمسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية والوفاء للشهداء وتثبيت المشروع الوطني النوفمبري في الدولة والمجتمع.